ويعني ما انا مش حابب ان انا يعني اتطرق في تفاصيل، غير ان انا راجل موجود جوه مجلس اداره، لازم الجمعيه العموميه تتاكد ان العمري فاروق بيقول رايه، بيقوله بحريه وبيقوله في اتجاه الجمعيه العموميه، بس كل الناس متاكده من هذا الكلام. كون طبعا جزئيات اللي يمكن الناس بترددها في الفتره الاخيره والاعلام وبعض ان العمري ما بيطلعش بعثات، العمري مش موجود في بعض اللجان، ما بيحضرش المكتب التنفيذي، كل الكلام ده. بص هقول لك على حاجه، انا يعني مش حابب ان انا ادخل في الجزئيه دي لاسباب كتيره. نمره واحد، لان وجود العمري هو حفاظ على مستقبل هذا الكيان النادي الاهلي، فانا مش حابب اتطرق للجزئيات دي، لان انا عندي جوايا رضا نفسي بان ربنا وقف جنبي، وان ربنا اكرمني بنجاحي في الانتخابات، وان ربنا اكرمني بان الجمعيه العموميه للنادي الاهلي كلها قالت كلمتها. اعتقد ان اكيد ربنا رايد لي الخير، واكيد ربنا شايف ان هدوئي وسكوتي ده اكيد في الفتره الجايه هحصده خير. انا علاقتي يعني حصل يعني اكتر من لقاء خلال الفتره اللي فاتت، يمكن قعدت مع الكابتن محمود، ويمكن حصل عدد من كابتن محمود الخطيب يعني. حصل اكتر من حوار في عدد من التفاصيل الحقيقه، ويمكن انا نقلت له رؤيتي، لان ان العمري كان بيتعرض فتره لضغوط، وان انا محتاج ان الامور في الفتره الجايه لازم تروح للشكل اللي يتناسب مع مكانه النادي الاهلي قبل ما تكون تتناسب مع مكانه العمري فاروق. واعتقد ان الناس مستوعبه هذا الكلام خلال الفتره الجايه، وان الامور هتاخد شكل تاني خلال الفتره الجايه. ولكن اللي انا عايز اقوله للناس ان خلال السنتين اللي فاتوا العمري موجود، عشان بس يبقى كلامي واضح، وموجود داخل مجلس الاداره، وموجود في كلامه، وموجود في ارائه، وارائه دايما الحمد لله رب العالمين بتبقى مجال احترام وتقدير من مجلس الاداره، وبتروح لها قرارات كتيره جدا. وان العمري في الاول وفي الاخر ادام الجمعيه العموميه جابته، هو في الاخر لن يقول راي الا لصالح الجمعيه العموميه، ولازم تكون الجمعيه العموميه بتاعت النادي متاكده من هذا الكلام بالفعل. انا جوايا في رضا، وعندي احساس ان ربنا هيكرمني، وعندي احساس ان يعني واصبر وما صبرك الا بالله، يعني القران بتاعنا بيقول كده، واخد بالك، ولينصرن الله من ينصره، يعني في حاجات كتيره يعني، واخد بالك، دي عامله لي جوايا حاله من الهدوء. لو طلبت منك كلمه تقولها للكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب تقول لهم ان انا اتكلم، اوجه كلمه لحد ادبيا حتى، يعني مش كده، لان اعتقد هم المفروض شايفين، يعني شايفين ان العمري بيحافظ، وان العمري خد بالك انا مش محتاج حاجه من حد، عشان بس يبقى الامور اكثر وضوحا للناس. انا كل اللي انا بعمله تجاه هذا الكيان، انا بحافظ على هذا الكيان، انا مش عايز اعمل انقسام، انا مش عايز يتقال ان في يوم من الايام العمري فاروق عمل انقسام، انما لازم الناس تعرف كويس قوي ان العمري فاروق زي ما كان طول عمره في الثمان تسع سنين اللي فاتوا بيقول رايه جوه مجلس اداره بوضوح وبحريه، هو لا يزال بيقول رايه بوضوح وحريه، وده حقيقه وده واقع، ولازم الناس تستوعب هذا الكلام كويس قوي، تمام؟ العمري لن يسمح لنفسه ان يكون شخص بلا فائده داخل مجلس اداره النادي الاهلي.